بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تركيا تحقق ثورة في علم الطائرات المسيرة بعد أن رأينا طائرات مسيرة في مجالات عديدة ومختلفة في الحروب والمعارك. تركيا تستعد للنقل عبر الطائرات بدون طيار، أي وداعا للنقل التقليدي، سواء بالقطار سواء بالسيارات سواء حتى قديما بالحمار وبالدراجة. كل ده انتهى، هناك عصر جديد من الثورة المعلوماتية والتكنولوجية. أصبح النقل الآن بالطائرات بدون طيار، وداعا للحمالين وللسيارات وغيرها من أدوات النقل التقليدية، بل حتى توصيل القهوة يمكن أن يتم عبر الطائرة بدون طيار، بل إن توصيل بعض الطلبات الخاصة بالمطاعم يمكن أن يتم بالطائرات بدون طيار. لمتابعة هذا الموضوع الشيق أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية، ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. بينما تستمر سلسلة من عمليات البحث والاختبارات في العالم لتسليم الطلبات بمركبات جوية بدون طيار، تعمل تركيا على إنشاء بنية تحتية لأنشطة نقل البضائع المدنية المفيدة، تطور نموذجا إداريا تستخدم فيه الطائرات بدون طيار المديرية العامة للطيران المدني. ضمن نموذج الطائرات بدون طيار يهدف إلى استخدام المجال الجوي المدني التركي بفاعلية وأمان وكفاءة. يتصور النموذج أن جميع تحركات 50,170 طائرة بدون طيار المحدودة حاليا في النظام يمكن مراقبتها مركزيا، يعني هذه الطائرات سيكون هناك سيطرة أمنية عليها ولن تكون حركة عشوائية لا يمكن السيطرة عليها، وسيكون ذلك من خلال غرفة مركزية واحدة والتي تم تصميمها مسبقا، ويمكن وضع أجزاء صغيرة على الطائرات لكي يتم مراقبتها و متابعتها بشكل دقيق. مع هذا النظام سيتم توفير أنشطة مرنة ولكن عالية المستوى الأمني دون الحاجة إلى آليات الموافقة على تصاريح الطيران في النموذج التركي. سيتم تحديد ممرات الطيران الرئيسية بين المدن للطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى قنوات الطيران المناسبة داخل المدينة، وسيتم تطبيق هيكل الإدارة والقواعد لضمان التنقل على هذه الخطوط. الطلبات تزداد على هذا النوع من الطائرات. في الآونة الأخيرة تتلقى المديرية العامة للطيران المدني طلبات متكررة لنقل الحمولات الخاضعة للرقابة، العقاقير الخفيفة وغيره من أمور. لو حبينا ننتقل بشكل تفصيلي لما يتعلق بثورة في نقل البضائع طائرات بدون طيار لتوصيل القهوة إلى البيوت، يعني أمر طبعا عنوان لافت ويمكن أن يكون مستغرب ولكن دي حقيقة. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريرا تطرقت فيه إلى فوائد نقل البضائع بواسطة الطائرات بدون طيار التي أصبحت العديد من الشركات تعتمد عليها لقدرتها على الطيران في مناطق العمران والوصول إلى وجهتها بسرعة. وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته عربي 21 إن العديد من الشركات أصبحت تستخدم الطائرات بدون طيار لنقل البضائع خفيفة الوزن، وهو ما يمهد لعصر جديد في عالم النقل السريع للبضائع. وعلى سبيل المثال استخدمت الشركة الإيسلندية الناشئة أها مؤخرا الطائرات بدون طيار بهدف توصيل الطلبات بمختلف أنواعها للزبائن. فضلا عن ذلك باتت الشركة تعتمد هي الأخرى على هذه التكنولوجيا فضلا عن ذلك باتت شركة وينغ تعتمد هي الأخرى على هذه التكنولوجيا لتوصيل القهوة وغيرها من السلع إلى زبائنها في مدينة كانبرا الإسترالية. وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرات بدون طيار تواجه تحديات كبرى نظرا لكونها تعجز عن القيام بالمهام المكلفة بها في المناطق العمرانية، لا سيما في ظل ازدحام حركة المرور، ناهيك عن عدم وجود مناطق ملائمة لهبوط هذه الطائرات، وهو السبب الذي دفع مطوريها إلى التركيز على الضواحي في الوقت الحالي. الجدير بالذكر أن بعض الشركات الضخمة على غرار شركة أمازون سعت إلى إدخال طائرات بدون طيار ضمن فريق عملها منذ عام 2013، إلا أن هذه الفكرة
لم تلقى رواجا كبيرا آنذاك، وإلى حد الآن لم توضح أمازون أي تفاصيل عن برنامجها المتعلق بهذه التكنولوجيا الجديدة في مجال توصيل الطلبات. وذكرت الصحيفة أنه على مدى 5 سنوات تطورت هذه الطائرات لتصبح أكبر وأسرع وأكثر قوة، كما أنها أقل عرضة للتحطم. فضلا عن ذلك، أضحت هذه الطائرات تتمتع بقدرات مميزة تتمثل في رصد الأشياء والنجاح في تفادي الاصطدام بها. وأفادت الصحيفة بأن الشركة الأيسلندية تعتمد على نظام التوصيل على مسارات محددة مسبقا، وتكون خالية من العوائق كالأشجار وأسلاك الكهرباء وغيرها، حيث حصلت شركة أها على رخصة الاستخدام التجاري لهذا النوع من الطائرات نظرا للبيئة الجغرافية للبلاد، إذ إن هناك الكثير من المناطق غير المأهولة بالسكان. وحيال هذا الشأن، أوضح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة أن كل شيء تواجهه الطائرة بدون طيار خلال تحليقها على غرار الطرق والمباني وما شابه ذلك قد وضع ضمن نموذج جغرافي يقيم المخاطر التي من المحتمل أن يتعرض لها الأشخاص في حال تحطمت طائرة دون طيار يبلغ وزنها 34 رطلا. وفي السياق ذاته، ذكرت شركة فلاير تيكس أن طائرتها قادرة على حمل طرود يبلغ وزنها 5.5 رطل، والتحليق بها على مستوى منخفض يتراوح ما بين 65 و100 قدم، دون الحاجة إلى الهبوط أو الاقتراب من البشر وإلحاق الأذى بهم جراء مراوحها الخطيرة الصاخبة. من جهتها، تستخدم شركة وينج نظاما مشابها في ضواحي العاصمة الأسترالية كانبرا، حيث نجحت في تسليم أكثر من 3000 طلب دون حوادث. وأضافت الصحيفة أن تراجع الكثافة السكانية في الضواحي يشكل خسارة كبرى بالنسبة للشركات التي تقوم بتوصيل الطلبات للزبائن باستخدام السيارات، لكن عندما يتعلق الأمر بتوصيل وجبات الطعام فإن الطائرات بدون طيار تعتبر وسيلة أسرع بكثير من السيارات. وفي أيسلندا يمكن لطائرة بدون طيار واحدة القيام بعمليات توصيل السلع خلال ساعة أكثر من التي تقوم بها 3 سيارات مجتمعة، كما يمكن لشخص واحد أن يشرف على تسيير أكثر من 10 طائرات بدون طيار في الوقت ذاته. علاوة على ما تقدم ذكره، تظهر بعض العراقيل فيما يتعلق بمجال إنفاذ القانون، حيث حضر مكتب التحقيقات الفيدرالي وعدد من الوكالات الأخرى اللوائح التنظيمية التي سبق وأن اقترحتها إدارة الطيران الفيدرالية بسبب المخاوف من استخدام الطائرات بدون طيار لشن هجمات إرهابية. وبيّنت الصحيفة أنه لبلوغ هذا الهدف المنشود ينبغي للطائرات بدون طيار أن تتطور على نحو يجعلها تتجاوز مجرد إدراك العقبات التي تعترض طريقها. ومن المتوقع أن يقوم نظام جديد يسمى إدارة حركة الطائرات بدون طيار، الذي طورته وكالة ناسا بالتعاون مع إدارة الطيران الفيدرالية والعديد من الشركات الخاصة على غرار وينغ، بتنظيم رحلات للطائرات بدون طيار، والتي يبلغ الحد الأقصى المسموح به لتحليقها 400 قدم فوق سطح الأرض. وفي الختام، أوردت الصحيفة أن هذا النظام الآلي المتكامل سيمكن من إرشاد هذه الطائرات إلى مواقعها وتقرير المسارات لبعضها البعض وإلى المحطات الأرضية، حتى تتمكن من التحليق في أمان دون التعرض للاصطدام مع بعضها أثناء عبورها للمسارات. مع ذلك، يبرز تحد آخر يتمثل في ضرورة التخفيف من الضوضاء المزعجة التي تصدرها هذه الطائرات من خلال تغيير تصميم المروحة أو مجرد تعديل الصوت لتكون أقل إزعاجا. لا شك أن هذا موضوع مثير ومهم جدا، ويبين لنا عمليات نقل البضائع في المستقبل، وداعا للسيارات، وداعا لشركات البريد، وداعا للموتوسيكلات التي تنقل الطلبات. كل هذه الأمور قد تتغير في القريب العاجل، لنجد مسارات جوية للطائرات بدون طيار لتوصيل القهوة والطلبات وكافة الطلبات المنزلية والأدوية الطبية وإلى آخره. العالم بالفعل يتطور بشكل كبير، ولكن المذهل أن تركيا التي أذهلتنا بالطائرات بغير طيار في المجالات العسكرية تدخل في هذا المجال بقوة، وربما نشهد قريبا تسيير رحلات بين المدن المختلفة بالطائرات بدون طيار لنقل البضائع المختلفة. متابعينا الأعزاء، إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم،
لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.